كبرت العداء أن جلت أصوات تقيدة الإيراء الفنانة القديرة أميرة بصري فنانة مغربية وأحد رموز الأغنية الوطنية بامتياز مثل ما في عدة ميادين منها الهند ثم مدينة بلجيكا. طبيعة رفعت أراي المغربية وفي الإطار هذا تخرجت الأصوات في حوار حصري مع الفنانة. هل يمكنك أميرة بصري أن تحكي لنا على بداية المسار الفني؟ اولا وقبل كل شيء كنشكركم على هذه الزياره اللي عملتوها الاميره قصري. الحقيقه انا كنفتخر بهذا الصحافه المغربيه ومرحبا بكم عندي هنا في منزلي باصيله. في بدايه ديال الاميره قصري هي بدايه حاله بحال جميع الفنانات. التحقت بالمركز الثقافي بمدينة القصر الكبير وتعلمت شوية ديال الطرب الأندلسي. كان الأستاذ ديالي رحمه الله أستاذ الآلة الروسي وأستاذ الصوفيج أستاذ السبيطري تاهو رحمه الله. وبعد ذلك هاجرت مع والدي إلى بلجيكا وتم كملت الدراسة ديالي في ميدان التجاري وخديت دبلوم. وبعدها فاش اشتغلت رجعت باش نكمل المسيرة الفنية في المراكز الثقافية في بروكسل المعهد الثقافي في مادو. بالنسبة للقصة أنه عادة في الديار البلجيكية، هل كان ضد هذا الفن أم كان من المؤيدين في مسيرتك الفنية؟ في البداية كان كيعجبو نكون مثلا فنانة، كيقول لي لما لا، ولكن دائما كيركز كيقول لي شوف بنتي الفن راه ما كيهربش، الفن دائما موجود، ولكن الفن من غير ثقافة لا يساوي شيء. لأن الفنان مثلا غير في الحوارات الصحفية يعني خص الإنسان يكون مثقف، يعني كنجلسوا مع ناس شخصيات في مهرجانات، انسان ما كانش عنده واحد المستوى الثقافي يعني ما كيكونش كامل. احنا يعني الفن الحقيقي، اما الفن العشوائي هذا كيكون حاجه اخرى. فعلا كما قلت لك كان كيشجعني في البدايه، ولكن كيقول لي حتى تحقي التوازن ديالك المعيشي وتاخذي ديبلوم وديري علاش عادي يمكن لك تكملي الحياة ديالك الفنية. وهذا الشيء اللي كان، وفعلا كان الإرشاد ديالو في المحل ديالو. وكما كتشوفوا دابا أميرة قصري ليست فقط مطربة وإنما كاتبة وملحنة، وتقريبا الأغاني ديالي كلهم كتبتهم ولحنتهم، لأن ديك الدراسة اللي قريت وديك التجربة اللي خديت من الأساتذة ديالي عاوناتني، من الرغم انني في اوروبا يعني ما لقيتش صعوبه. يعني انا كنشجع كاع الناس اللي عندهم موهبه يحاولوا يسقلوها في المدارس وفي التكوين في دار الثقافه باش تكون عندهم واحد درايه في الميدان. نعم، بالنسبه لي كما يقولوا ان المناطق الجبليه تحسن الطرب الاندلسي. نعم، الفن المقضي راح تحسن الطرب على العود مثلا او على البيانو. انا كنت بديت العود، وفاش الوالد ديالي لح باش نقطع الدراسه في المركز الثقافي قال لي دابا خصك تمشي لاوروبا. يعني خديت واحد سنه ونصف تقريبا، ما كملتش السنه الثانيه. فاش مشيت لاوروبا تعلمت شويتش البيانو، ودابا انا حاليا كنشكر ملك خان اللي هدالي احسن بيانو كنتعلم له. ودابا ما شاء الله اليد ديالي راه ديجا مشات مع الاله. نعم، الحمد لله. ملك خان يعني هو في الهند، هناك اتفاقيه كانت ما بين المغرب والهند مؤخرا. نعم. في اطار السينما والفن. نعم. هناك عقد شراكه في هذا الاطار.
أنا في البداية هذه تقريبا 5 سنوات عرض علي عدة أعمال في الهند، وكنت دائما أتردد لأن يعني بحكم أميرة قصري امرأة أعمال في بلجيكا، عندي الأعمال وأنا من ديك النساء يعني الطموحات، ما عزيزش عليا نضيع الوقت، عندي الوقت ديالي ثمين وثمين جدا، عزيز عليا نبدأ، عزيز عليا نشتغل، عزيز عليا نكون امرأة ناجحة. ولكن كانوا كيقولوا لي خصك تجي، ولكن كنت كنخاف على البيزنس ديالي يطيح، لان يعني انت كتعرف لما كنتيش انت السيد في الميدان في الوقت وفي الزمن، يعني ضروري كتجي، يعني لان التجاره بحال امواج البحر. يمكن اغنيه بسيطه بالهنديه. بغيتي نغني لك بالهنديه؟ نعم. او بيري ميري ضيا بيري هو، باش نشوفوا في فنك القادم ان شاء الله من الناس علينا للجمهور المغربي ان شاء الله. بعد الاغنيه اللي صورت في الهند، فيلم هندي، بما انك تعرف اميره قصري فنانه وطنيه قحه بامتياز، بغيت نعمل واحد الاغنيه مهداه للمنصور بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، غادي تكون مصوره ان شاء الله على شكل كليب في بروكسل. بعد الأغنية ديال فيلم هندي اللي صورت بوليود، سمعت الخطاب ديال منصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عجبتني واحد الجملة قال ديال وطننا بيتنا المشترك، وعجبتني بزاف، وماشي غير انا كما قلت لك، عجبت جميع الجاليه المغربيه. قلت لي مالا بالمناسبه غادي نعمل اغنيه وطنيه ان شاء الله مهداه للملك محمد السادس نصر الله. انتم كتعرفوا اميره قصري وطنيه وكنبغي بلادي وعزيز عليا سيدنا الله ينصره، لان انسان بركي عرف بحق بلادو وبحق الملك ديالو والامل اللي كنعيشوا فيه حتى كنمشيو للبلدان الاخرى، خصوصا فاش انا عايشه في اوروبا وكيجيو عندي ناس سوريين والناس العراق يطلبوا مني المساعدات، لان يعني مساكن ما عندهمش فين يكونوا، كنشوف ديك المعاناه ديالهم. كيقولوا لي كنحمد الله على هذيك النعمه اللي عندكم، لان يعني راه عندكم ما شاء الله يعني قائد البلاد اللي مخلي هذا الامان، حنا ما كنحسوش بالامان في البلاد ديالنا، ولهذا كنعطي ميساج للناس باش يتشبتوا بالوطنيه ديالهم ويحافظوا على الامن اللي الناس كيتحسدنا عليه. اذا كان ممكن انا دابا الجمهور المغربي سوقتي انه يسمع ليها، بغينا نسمعوا ليها اذا كان زعما ممكن. وهي في الحقيقة حنايا عزيز علينا سيدنا الله ينصره، ديك عاش الملك بحال كنحسوا بها، بحال كنقولوا بحال اللي كنحترموا بانا، كنحترموا الانسان اللي كيكون عزيز عليك يعني كتقدير وكتشريف ليه. كنت عملت هذه الاغنيه هذه من الكلام ديالي واللحن ديالي، ختمتها ب تقول يا طيور يا زهور يا شعب المغرب اهتفوا معي